شعرك ما بيطولش، شعر بنوتك ما بيطولش، عندك فراغات وتساقط في شعرك شديد جدا جدا، شعرك اتبهدل من كتر الصبغات ومن الولادة ومن الرضاعة ومن الحمل، شعرك قصير جدا جدا وحابة انك تطوليه، حابة كمان تكثفي شعرك. عايزة اقولك ان انتي هتقدري بالعشبة السحرية دي وبالوصفة السحرية دي تطولي شعرك بجنون، هيطول بدون توقف، التساقط هيتوقف تماما، الفراغات هتتملى، شعرك هيطول بجنون وبسرعة رهيبة وبوصفة فظيعة وجبارة، مش بدون زيوت وبدون رائحة كريهة في الشعر، بالعكس دي كمان هتديكي تنعيم وكمان هتديكي رائحة جميلة جدا جدا، وهتعالج لك كمان رائحة الشعر الدهني. الوصفة تنفع لجميع أنواع الشعر، الوصفة تنفع للكبار وللأطفال، الوصفة بدون غسل، الوصفة رهيبة جدا جدا. عايزة لايكات كتير وشير كتير جدا جدا للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، اعملي لايك وشير بنية الاستفادة، وجزاك الله خيرا، ويلا بينا على الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. أنا جايبة لكم النهاردة وصفة اتطلبت مني كتير، يا ما احنا عايزين وصفة لتطويل الشعر بسرعة، عايزين وصفة تناسب جميع أنواع الشعر، عايزين وصفة بدون غسل، عايزين وصفة تنعم الشعر وتملى الفراغات. عايزة أقول لكم إن الوصفة دي فيها كل الفوائد وفيها سرعة رهيبة للتطويل. احلى حاجة فيها ان هي بدون زيوت بدون غسل، تنفع لجميع انواع الشعر، تنفع للاطفال كمان، بتدي نعومة ورائحة جميلة جدا للشعر. تابعي معايا الوصفة للاخر رجاء رجاء، استفادي بالوصفة واسمعي الفيديو للاخر علشان انا بقولك على كل حاجة بمنتهى الصدق والامانة، فممكن تعديكي حاجة فتستعملي الوصفة غلط فما تستفيديش. بالله عليكي لايك للفيديو، لو اول مره تشوفي قناتي اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكركم من قلبي على دعمكم ليا، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم ليا، على كومنتاتكم الجميله وعلى لايكاتكم، ربنا يسعدكم دنيا واخره يا رب. اول حاجه عايزه اقول لكم ان احنا هنعمل وصفه بجد رهيبه وجميله جدا جدا، ومعايا هنا بولة زي ما انتم شايفين، او اسفه حلة كزرولة بتستخدميها، يعني انا بستخدم ديت عامة للوصفات دايما، تمام. ومعايا المكون ده زي ما انت شايفة بالشكل ده، وهو اوراق الغار او اللوري، وده مهم جدا في الوصفة دي، بيعطر بيطول بشكل سريع طبعا بخلاف العشبة السحرية الاساسية معايا هقولها دلوقتي. هناخد ادي ورقة 2 3 4، ركزي معايا، 5 6 كده، 7 ورقات من ورق الغار او ورق اللوري بالشكل ده، تمام. ومعايا هنا بسم الله، معايا هنا اهو القرنفل او المسمار، هناخد منه ادي 1 2 3 4 5 6 7، تمام، برضو 7 حبايات، وركزي معايا علشان العدد ده بيفرق كتير جدا جدا مع الشعر، تمام. ومعايا هنا يا حبايب قلبي قطعة واحدة بس من الزنجبيل الفريش، قطعة واحدة بس من الزنجبيل الفريش. انا عايزة حتة الجنزبيل دي تكون بقشرها، طبعا لو جنزبيل بودر يبقى هتحطي نص معلقة بس، الافضل الجنزبيل الفريش، ويكون زي ما انت شايفة كده بالقشر، انا محتاجة القشر جدا لان القشور الزنجبيل فظيع يا بنات للتطويل وتحفيز نمو الشعر وتنشيط الدورة الدموية. حطينا القطعة بالشكل ده، وهنيجي للعشبة السحرية بتاعتي دي، وهي الأساسية وهي اللي ليها السحر في التنعيم والتطويل بشكل سريع جدا جدا. كل المكونات ديت ليها فعالية في تحفيز نمو الشعر وتنشيط الدورة الدموية والإنبات الفراغات، إنما العشبة دي هي اللي بتساعد على السحب بصيلة الشعر وتطويل الشعر بسرعة رهيبة، وكمان بتنشط الدورة الدموية برضو، وكمان بتنعم الشعر جدا، وهي عشبة الروزماري. الروزماري يا بنات
او اكليل الجبل، اكليل الجبل او الروزماري. هناخد طبعا الافضل والاحسن ليكي، ما تجيبيهاش مجففه، هاتيها فريش كده زي ما انتي شايفه بالشكل ده. طبعا بتتباع في السوبر ماركت الكبير، وكمان تقدري انك تتحصلي عليها، وممكن كمان بتتزرع يعني. تمام، هنبدا ناخد منها بالشكل ده اهو، بالشكل ده هناخد منها كده، وريحتها جميلة جدا جدا يا بنات. حطيناهم بالشكل، المكونات دي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنبدأ ان احنا ننزل ب ادي كوباية، 2 كوبايتين فقط من المية. هتبدأي تعملي ايه؟ ركزي معايا في الحتة دي كويس قوي. هتبدأي ترفعي المكونات دي على النار، اول ما تبدأ تغلي هتبدأي توطي عليها النار، وهتسيبيها لمدة 5 دقايق وهي متوطي عليها النار فقط لا غير. هعمل كده وهرجع ليكوا تاني. بصوا حبايب قلبي، بعد ما سبتهم غلو، انا طبعا لسه رافعاهم من على النار دلوقتي، تمام، بعد ما سبتهم غلو بالشكل ده، اول ما بدأت تغلي وطيت عليها علشان ما اخسرش الميه بتاعتها، وسبتها 5 دقايق بس. وبعدين طبعا وهي بتغلي على نار هاديه لمده 5 دقايق كنت مغطيه الحله بتاعتي. تمام، يعني هتغطي الحله بتاعتك وانتي سايباها تغلي، هتعد لها 5 دقايق بالظبط وبعدين هتقفلي عليها. هنجيب بوله او طبق زي ما انتم شايفين، عشان كلمه بوله دي انا بقولها دايما وفي بنات ما بتفهمنيش، طبق اي حاجة يعني. وهنجيب المصفى بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نصفي المية دي، ملناش دعوة بقى بالمكونات دي، دي ملناش دعوة بيها خالص ولا محتاجينها خالص خالص خالص. طيب نصلي على سيدنا محمد ونركز كويس قوي قوي في الخطوة دي. اول حاجة المية دي لسه طالعة من على النار مباشرة، فانتوا طبعا شايفين الدخان ده، طبعا يعني مش هنستخدمها طبعا وهي سخنة قوي كده ولا وهي عاملة كده، لا احنا هنستنى لحد ما المية دي تدفى خالص، هنسيبها تدفى خالص. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ ركزي معايا، واتمنى اتمنى ما حدش يا جماعة يسيب الفيديو، علشان انا بتضايق جدا، انا بقول كل حاجة بس للأسف الشديد انتوا بتمشوا، انا مش عارفة ليه، مع اني انا محتوايا مفيد، انا بفيدكم يا جماعة، فبالله عليكم استحملوني وركزوا معايا كويس قوي. جزاكم الله الف خير وجزاني الله الف خير ان شاء الله. هنبدأ ان احنا ناخد الوصفة دي بعد ما تبرد خالص، تدفى خالص، تمام، على شعر نضيف ما يكونش لا فيه زيوت ولا فيه كريمات ولا فيه اي حاجة، يعني هتستخدميها بعد غسيل الشعر بالشامبو. احنا دلوقتي خدنا الوصفة بتاعتنا دي، دخلنا الحمام علشان نغسل شعرنا بالشامبو، هنغسل الشعر كويس جدا جدا بالشامبو، بعد كده هنشطفه، تمام، بعديها خلاص احنا غسلنا وشطفنا شعرنا كويس قوي بالشامبو، هنبدأ ناخد المكون ده وهنبدأ نرشه على شعرنا وعلى فروة الراس، ونعمل تدليك لفروة الراس ونغسل بيه الشعر كويس قوي، تمام، وما نحطش بقى ميه بعديه، يعني احنا هنغسل يعتبر اخر خطوة، هنغسل بيها شعرنا وهنسيبه، هننشفه بعد ما نحط الوصفة دي عليه وهنسيبه، هنسيبه 3 ايام من غير غسل، يعني هنسيب الوصفة دي ونقعد 3 ايام ما نغسل شعرنا بالشامبو نهائي ولا نغسل شعرنا تاني، احنا هنخلي الوصفة دي عليه لمدة 3 ايام بدون غسل بشامبو نهائي. بعد ال3 ايام هنكرر نفس الخطوة دي 3 ايام برضو، هنعمل الخطوة دي لمدة شهر، 3 ايام 3 ايام. طبعا في خلال الشهر ده يكون شعرك طول بشكل فظيع، هتلاقي الفراغات اتملت، هتلاقي تنعيم، هتلاقي حاجات كتير جدا. طبعا في الشهر ده هتكوني وصلتي النتيجة انت مش هتحلمي بيها اصلا. بعد كده لو انت حابة تستمري على الوصفة تعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع، وكان الله بالسر عليه وخلاص على كده والدنيا تمام. تمام، جربيها ومش هتندمي، وهتدعي لي ان شاء الله من قلبك اشوفك على خير. ما تنسينيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.